بسمع هولو. طيب شكرا. ايه ده؟ ولا لا جوردي ليه؟ انا يجي لي سرعات. طيب ازيك يا جوردي؟ عامل ايه؟ ليه كده جوردي؟ انا بقى بسلم عليك يا جوردي، انت مجامله لبسني زجاجه. عايز الناس اللي فقدت سرعتها من اللي قدامي. جوردي حبيبي عامل ايه؟ تعال تعال لبسني زجاجه. ها خد يا جوردي، هيجيبك هيجيبك، معلش خد تاني خد تاني، معلش معلش. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ واخيرا الفيديو المنتظر، بلعب مع جوردي واحمد ولايف تايم ودحوم وكاكا وابيس وتويكسر. انا اضعف واحد فيهم بس يلا بينا، هيهمنيش اي حاجه. طالما انت ليس لديك ما تخسره يبقى ليس لديك ما تخاف منه. هنبدا بمحطه اوكسايد. كل واحد بيختار الماب اللي هو بيحبه، فاول واحد كان اللي هو محطه اوكسايد اللي هو اللي اختاره جوردي. عايز بقى الفيديو ده يتفجر لايكات؟ ماليش دعوه ماليش دعوه. بص بقى العب لك مع جوردي اهو ودحوم واحمد وكاكا. اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ ده في تويكسر وفي بيه. ده تويكسر وابيس اصلا لوحدهم مشكله، ما بالك الباقي؟ ده انا غلبان، انا حنافسهم عادي. يقول لك لا تنافس احد ليس لديه ما يخسره. انا خسران كل حاجه. انت عندك حاجه تخسرها؟ انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ لا انت خسران كل حاجه. ولا ايه يا عم الفنان؟ يا فنان بص جوردي ورايا مخبيه ازاي بشعري. يلا بينا. طبعا مش هجري معاهم، ما كلهم اسرع مني يعني، فانا هبدا كده. يا سلام، ايوه اضربوا في بعض واللي يقع انا اضربه كده وخلاص، هبقى انا النوب اللي معاهم. بص بص نوب ازاي، ما حدش بيكلمني، بلعب وحش. لسه لسه بنبتدي لسه بنبتدي. ايه السرعات؟ بس كده. تعالى تعالى تعالى. ايوه يلا تعالى جوردي، كده اقول لك. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ نطيت من فوق القنبله بتاعته. يا نهار ابيض عليا. الناس اللي بتحدفني بصواريخ دي لا انا اقبل. يا ولد يا سلام، يلا على طول تستناش تفعلها، مع ان غلط ان انت تستعجل كده، بس ايه الوضع مش افضل حاجة. لا كنت استنيت افعلها احسن. لم بقى حبة تفاح، صح يا جوردي؟ حطلش نفسك بس بقى و ماشي. حد ورايا، التشطيف مهم واللي انت تكبر برضه مهم عشان ال مش عارف. يا جوردي يا جوردي خد يلا. ببعت لهم قنابل ورا مرسال، اوعى ارضي وضيع. خد يا احمد، كهربا جاية ليه؟ صح، يبقى انا كنت خليت ال عدى كهربا عدى كهربا عدى كهربا. اه دي مشحونة اصلا، امال ما كانتش عاملة عليها علامة ليه؟ ابي صورة بس بيتضرب. ماشي 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 عادي عادي، ليس لدي ما اخسر وانا الثالث سبحان الله. يا سلام، نتعلم بقى نتعلم، ناخد التفاح ده كده ونعمل كده. يا عم نعمل تربو يا عم. شكرا ابيس، لكن معايا كده كده درع تاني اضافي. ماشي يلا بينا. انا مش عارف دلوقتي اشطف ولا اخدها على واسع من التلغيمات دي، مش عارف. بص 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 انت مش عارف تمشي ازاي يا جدعان. الطريق لوحده اصلا صعب من غير تلغيمات من غير اي اسلحه من غير اي حاجه.
قنبلة. ماشي انا كده كده هتضرب دلوقتي عشان ابقى الاخير. يا جدعان يا جدعان يا جدعان انا فنان انا فنان. كهربا كمان يا سلام. معاك بردوجة كنت بص يعني رحت اخدت التفاح عشان اضربك. ماشي دي اللفة الاخيرة طبعا. زكت ويكسر يا لا الصاروخ لما جابوش يبقى كده في حاجة غلط بقى. ايه ده الصواريخ البطيئة بتاعتك دي يا راجل يا راجل. طب والله نسيت ان انا ممكن يجيلي بردوجة عادي زي الناس او كهربا مثلا او بتاع. لا كهربا ايه انا بشرح في خيالي هتشرح في خيالك. اه كده سرعة نرجع لطبيعتنا تاني. اه وماله وماله قلتلكم يا جدعان المفروض يحطوا لي مركز تاسع. طرد يتحط لي مركز تاسع. معلش معلش احنا بنتكلم يعني معلش. هل قيادة درجة العجلة الواحدة الممتعة؟ يا ده جوردي التالت احمد ودحوم الاول وتاني. طب والله عاش جدا. طيب يبقى اول طريق اختاره جوردي كان محطة اوكسايد، تاني طريق اختاره دحوم العواصف الرعدية. ايه ده 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 ده حقوق. خد يا عم ايه الجليتش ده؟ معلش واحد معايا سرعة وبتاع. عدي 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 عدي. خد يا جوردي ازيك عامل ايه؟ ازيك يا جدع؟ مش انت بقى اوه وقع. اتعلم مني بقى اتعلم مني يا جوردي بقى اتعلم مني. كهربا ليه؟ يا عمي يخرب بيت ام الكهربا دي الدرع. ايه خلاص خلاص درع نفسي احتفظ بيه بس مش عايزه من الكهربا ولا حاجه. ماشي يا عم خد يا عم. الله انا مش فارقه كتير. اوه اوه الله عليك الله عليك يا حبيب والديك. ما اريد لا تسألني ماذا يحدث لأني لا أعلم يا توكسر ماذا يحدث. هاي ولا ايه يا نهار ابيض على الادرينالين. انا مش عارف هو مفترض اعيد الجيم ده ولا لا بس يعني عديت من كل حاجه من غير ما اشوف حاجه سبحان الله. شفت يا ابني انه الحمد لله انه الحظ الكويس اللي ما بيستمرش كتير يعني. لا حاول ثانية لا تحاول. فدحوم في كهرباء ليه اول ما تضرب الكهرباء تيجي ليه ليه الكهرباء بتيجي اول ما الدرع بيروح ليه 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 حرام عليكوا ايه ده كله كهربتين كهربتين حرام عليكوا يا مفتريين. ده انا قلت هلعب وحش والله ده انا بلعب كويس حرام عليكوا حرام عليكوا.
حرام عليك هتخسر، ده انا حبيبك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على المعجنه دي، يا نهار ابيض. يلا يا عم يلا يا عم، فالح لي انت بس. ايه مش فالح لي انت الصراحه، جبت لي 90 درع ف وضحهم في البدايه طلع يجري كده. خدها جوردي. طب اروح منين انا جوردي؟ لا بقى لا بقى، بسرعه بسرعه بسرعه. قنبلة ايه يا راجل؟ حرام عليك يا راجل، حرام عليك. قنبلة ايه؟ كفاية يا لهوي. يا رب يلبس في الزجاجة دي، ده جاله البردوجة يا عم يا عم يا عم يا راجل. طب وانا طب وانا اللي بيحصل ده حرام. يعني لا الحظ ولا اسلحه. طب ايه، طب اعمل ايه تاني؟ طيب بقى انا اللي عليا الدور، اختار قلعه كورتكس، نغير بقى الشخصيه دي واجيب ايه المحترم. يلا بينا، يمكن يعمل حاجه. طبعا انا اللي ماسك الهوست، انا اللي بختار عشان انا جامد جدا. وبص ما مش فارق معايا كل الناس دي، هو الصراحه انا الهوست لان انا بلاي ستيشن 4 وهم 5، يعني ربنا يزيدهم ان شاء الله. يعني دي مش ميزه دي، ده يعني ما علينا ما علينا. طارت في القلعه، كنت اجيب كورتكس الفرعون، ولكن هيهات يا ده انا الوحيد اللي لوني اخضر. لون الاشرف. ازيك يا جوردي عامل ايه؟ يلا بينا. ضربت واحد وبيجري عادي، ما انا مش عارف. الصندوق. صندوق اخضر لبسناه احنا الثلاثه شاركنا فيه. طب سيب لي انا الصندوق. طيب لا 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 يا احمد ازاي؟ يا سلام يا سلام. ايه ده بيعمل جليتش هنا؟ لا استنى. يا سلام ايوه. يا سلام محترم يا بطريق محترم. يا ابني ايه ده؟ هو المشهد ده بيتعاد ولا ده ديجافوه ولا ايه؟ ولا انا كنت بهرب من الاخضر. ايه مش عارف ابعبر، مش هقول ايه. طيب بيجي لي سرعه يا جدعان. التامن ده على طول يجي له اسلحه حلوه، مش معنى انت جبت له اسلحه حلوه مره خلاص. ايوه كده. صح هتكسر. هلبس ايه هنا المره دي؟ هلبس ايه هنا المره دي؟ ايه ده محدش بيلغم ورا بتاعتي؟ طب ما انا ممكن الغم. صحيح حلو ماشي. انا السابع الغم ايه؟ الله عليك يا جدعان، ده ديجافو، ده انا مش لعبه حقيقي، ده انا كل مره نفس الحاجه هي هي. يا لو 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 جالك بردوجة تكسر. حتى البردوجة اللي كان بيجي لي ما بقاش بيجي لي يا باشا. مش كان في تفاح هنا انتوا لغيتوه ولا ايه؟ يلا يا عزيزي يلا. يا عمي بقى يا عمي بالله عليك.
مستني يا تويكسور. اوه جوردي الاول. ماشي اللي بيحصل ده كتير اوزول والله. ما بصعبش عليكم، ما بصعبش عليكم يا جدعان يا جدعان. هو يا زابع الثامن في ارقام تانية. اجرب كراش المتمرد بقى، حديقة كوكو هيعملوا كمية جليتشات. انا الوحيد اللي ما عملش جليتشات يا جدعان. انا بتصعب عليا نفسي. يلا بينا. الصاروخ يا ابني روح عند اي واحد يا ابني. ماشي هما ضربوا في بعض كويس. اجري انا. خد يا جوردي بعد بعيد فين. يا لهوي كان كنت هجيبه والله. بس هو سريع جدا يعني الجليتش ده حاجه. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا جدعان. ماشي ازيك يا جوردي عامل ايه؟ بيضربني صاروخ. يا رب يجيلي صاروخ يا رب. ماشي جالي درع. ابعد بقى عني عشان نضربه بقى يا عم. انت بتضربني انا، انا ما بعرفش العب. ده انا الوحيد اللي ما بعملش جليتشات. يا تويكسا يا جدع. انا واقف هنا عشان ناخد التفاح البتاع ده. صندوق ايه وانا الخامس؟ صندوق ايه وانا الخامس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما طبيعي طبيعي يا احمد. ما خلاص يا عم. ما هو التاني بيعمل جليتش برضه ابيس. وانا بيجي لي حاجات اعمل بيها جليتش ما بعملش بيها جليتش عشان ما بعملش جليتش. ما بعرفش حتى انت توصل يا جدعان. لا لا اللفة الأخيرة. ايه ده كلهم جايين برضو قدامي. يلا يا جدعان مش هينفع بس منبه. ايه بس منبه ايه بس يا تويكسر. مين اللي بيجي له منبه؟ انا الاخير. بيجي لي سرعه. المدمار التروبي انت متخيلين المبات اللي فاتت يعتبر كانت كويسه ما عدا حديقه كوكو يعني. بس المبات كانت كويسه ولكن المدمار بقى. صباح الجليتشات يا ابو عمو. خليك ورايا كده جوردي. خليك ورايا خليك ورايا يا حبيبي. يلا بينا. بص دول ما تحاولش تسابقهم. انت الاحسن تستنى الاخر وما جالكش سلاح حلو برضه. ايه ده يا جدعان؟ انا بمشي بعيد عنكم بمشي بعيد عنكم. بتقولي تضربوني. بص 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 الغل. بص الحجم طبعا عشان احرق منهم كلهم. طب يعني انت مأخر نفسك واقف هنا ليه؟ ما انا بيجي لي سرعه. انا بيجي مين اللي بيضربه؟ يعني انت يعني قاصد تضربنا دحوم. شكرا يا دحوم. ايه السرعه اللي بتروح تمشي يا عم؟ ازيك يا احمد؟ اوه لا لا. يلا دحوم. ايوه بقى
خذ يلا يا عم دحو. لا سرعة، لا سرعة، سرعة ملاش لازمة، سرعة ملاش لازمة. ده بيجي له قنابل او جاله صواريخ. الحمد لله الحمد لله ما فكرش يضربني. السرعات لا بقى يعني كنت ماشي كويس. هتوكسر هتوكسر. انا لو بتعلم جليتشات دلوقتي كنت بص وي كنت وي. انا مش بلمس السرعة ولا يعني. مش محسوب ان انا بلمس السرعة ليه يعني. يلا يا عم يلا يا عم. ايوه كده ايوه كده. تعال يا احمد يا احمد يا احمد. تعمل جريتش هتتضرب على طول. تمشي عادل هسيبك عادل. لا 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 ايه بضربه قنبله مع بردوجه هو كمان. تعالي تعالي يا ما جاتش فيا يا ما جاتش فيا. تامن سوبر هاتريك مركز تامن. يلا انا فخور بنفسي جدا. قلت لكم ليس على الجديد حرج، هي ليس على المريض بس انا جديد يعني. ولا يا زومبي يعني انا زومبي يا جوردي. يلا بينا. حتى ما انطلقتش في البداية فتصل من خط النهاية ايه لما يعديك بلفة يعني. وانا ماشي ليالي سوا. لا يا توكس تضربنيش زيه بقى. ايوه معلش يا توكس خدها دحو. لا ده بعيد عنها وتوصل بعيد عن ايه ده. تعملش جليتشات يا ولد. انا بعدت 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 بس ما بعدتش ما بعدتش ما بعدتش. جدع انت كده يعني. قلت هيجيلي سوبر انجن مش راضي يجيلي سوبر انجن. انا كل مره بضيع واحد معايا وفي الاخر خالص انا بجيب التامن برضه. سوبر ايه ده سوبر انجن. ايوه كده. شكرا على الكهرباء اللي جت لي اللي قدامي باين بس هي هتساعدني يعني. يلا يا عم كمل زي ما انت انت كنت ماشي كويس. اوه لا لا ايوه كده ايوه كده. نيل الله ينور عليكي. طب بردوجه بقى بسرعه. ايوه 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 ده في كهرباء. ايه يا جدعان الكهرباء اللي عماله تجيب الناس اللي في الاول دي وانا مين اللي بيجيب له كهرباء بالظبط؟ خد ابيس. حيلة ايه؟ بيعملوا جليتشات يا استاذة. لا 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 اتمنى ان انت تجيبي لي بردوجا 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 اللفه الاخيره بردوجا بردوجا بسرعه قبل ما التامن يجي يضربني في بردوجا. ايوه تعالى
تعال ابيس تعال ابيس ايوه وسع يلا خامس. وجوردي كان قدامي برضه لو البرتغال اللي هو السرعات دي برتغال ورا بعض كان احسن. ماشي حلو احمد دحوم ولايف طيب وجوردي وانا وابيس وتوخسر الاخير ما شاء الله. جوردي عايزين جي جي يا جدعان يلا بينا. شالوني من على الارض شيء. كان في تفاح هنا ايوه شكرا. بس لكن هنطلق في هناك ليه يا دحوم؟ مش هيحصل حاجه يا دحوم والله. معلش يا دحوم بس يعني مش هيحصل حاجه يعني. صح هتخسر؟ ما رضيتش اضربك واعد الجمايل بقى. يلا يا عم يلا يا عم عد الجمايل يعني بقول لك عد الجمايل بتحاول تضربني. بحاول افلت منك يا دحوم مفيش فايده فيك يا دحوم. ضربت في الاخر ده حمت تضربني في الضرب. بسمع هولولو طيب شكرا. ايه ده ولا ليه جوردي ليه مرة يجي لي سرعات طيب. يا لهوي مش عارف اركز مع مين. اعمل ايه اعمل ايه. بص هو محترف يتاخر يجي له بردوكا وبتاع والدنيا جميله. اوه لو الواد ده لو شطف هيجدني هو هيشطف فانا لازم اضربه قنبله اضيع الدرع منه. جاله قناه ضيعت الدرع جاله قناه فكده كده مضروب. بص الدرع كده كده مضروب انا كده كده مضروب. يلا كهرباء حلوة شكرا دحوم على هذه الكهرباء الجميلة. ما جابتش احمد ليه؟ انا شايف زجاجة وشايف حاجات فين؟ فين؟ انا بقيت اتخيل حاجات ولا ايه؟ يا جدعان انا بحس ان الخمس لفات دي كتير قوي. الموضوع صعب والله. بردوجة بقى ماشي ما اجبرتكيش على حاجة هما كلهم بيجي لهم حاجات حلوة. لا يا اخي يا اخي ايه ده؟ في وايس ها حلوة بت حلوة زومبي مينا زومبي اوعى بص قدامك تلاقي صواريخ قنابل تلاقي صناديق تبص وراك تلاقي حاجات حلوة. يا سلام اللفة الأخيرة اللفة الأخيرة يا جدعان ده أنا بفرح بالمركز الخامس يا جدعان. ما اللي بيحصل ده الأول اتضرب بس وصل. ده مين الأول ده إيه ده مش هتكسر ورايا؟ مين اللي بيلعب بكوكو الأول؟ ما علينا خد يا احمد. بص المنبه بص المنبه استنى يا احمد استنى ما وقعش ما وقعش ما وقعش. طب المنبه يجي بدري شويه. لا نصر بالعناء حتى لا نصر دون عناء. احلى حاجه ان انا الاخير 14 نقطه والسابع توكسر 24 نقطه فرق 10 نقط. يعني حتى لو جبت انا الاول وهو الاخير برضه هيبقى هو السابع برضه مفيش لا محاله الثامن لا محاله. احنا بنلعب ده على سبيل الهزار والتسليه والحاجات. يلا بينا بلا حله بلا غطا حله
ده احلى سلاح هتوصل. بص هتوصل بحاول بس ايه اخلي مركزي قريب منك عشان يبقى شكلي حلو. شكلي وحش قوي، هو هيبقى شكلي وحش بس مش قوي. طب ايه كميه السرعات دي كلها؟ ما كفايه كده، كفايه سرعات. والله يا ابيس، والله يا ابيس. ازيك يا جوردي عامل ايه؟ ليه كده جوردي؟ انا بقى بسلم عليك يا جوردي، تقوم جاي ملبسني زجاجه. ماشي يا عم، انت تليك مش فاهم كلامي، فكرني بشتمك ولا حاجه. يا سلام، مين اللي جاي ورايا عشان اضربه قنبله؟ الله تويكسر، انا بحب اضرب تويكسر جدا. خد تضربني. اوه لا بس شفت، كنت هديله كام صاروخ. اوه مين اللي كان معاه بردوجه ده؟ ماشي يا رب يجي لي سوبر انجن. لا ماشي يا توكسر. طب استنى، انا مش هضرب توكسر، يمكن ليه فرصه مع السادس ولا حاجه يجيب سادس عشان ما يبقاش برضه شكله وحش هو كمان. اوه لا لا ماشي يا سلام، شيء جميل انك تلعب من اجل المتعه وكانك الاول وفرق عنهم بالنقاط، فاهم يعني؟ العب كده عادي يعني، استمتع انك اذا ما عرفتش تعمل حاجه فاستمتع. يا سلام، يا سلام يا توكس، يا سلام يا احمد، يا سلام يا جدعان، سلام، مع السلامه عليكم. طب فين اعدي منين بس عشان التلغيمات دي؟ عايز الناس اللي فقدت سرعتها. مين اللي قدامي؟ جوردي حبيبي عامل ايه؟ تعال تعال، لبسني زجاجه. ها خد يا جوردي، هيجيلك هيجيلك، معلش خد تاني، خد تاني، معلش معلش. خد تاني، لا للاسف مش هيجيلك. ايه يا ابيس ليه كده؟ ماشي يا ابني، انا سامع يا ابني، انت بترمي الحاج، انا سامع، انا سامع. لا 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 لا، طب الصاروخ يجي في القنبله يعني، ده التفسير المنطقي للحاجه. مين اللي جاي ورايا بيجري ده؟ استنى كابتن، استنى، انا ما اسمحلكش، انا ما اسمحلكش. هو يجري عادي، ما اسمح لك، هو بمزاجي، انا فقدت السرعه خلاص يا استاذ. يا عم انا بعيد عنها، ما انا مش عارف مين اللي ضربني بقى، قنبلة ولا جوردي ولا هتوكسر اللي هيضربني دلوقتي. ايوه سيب لي التفاحة هتوكسر عشان لما يجي لي قنابل اضربكش. يا سلام، سرعات جامي. ايه ده، ده احنا لسه اللفة الثالثة. ايه ده، لسه الطريق طويل. تصدق انا مش عايز يخلص، انا مبسوط مش عايز يخلص. ايه بيه، يا سلام، تعالى توكسر. مش عارف يا سيد، معلش انا كنت بحاول اساعدك بس انت بقى خايب، خايب ومش عارف تلعب، اتعلم مني. ايوه هتصل بيك، اوعى. يلا يا سلام، حيلة ايه ده، انت لا معاكي بردوجة بس، ولا حيلة ولا نيلة ولا ليلة ولا نيلة. نعم الله عليكي، يا سلام. بص الدنيا سهلة، ما تصعبهاش على نفسك، ما تستصعبهاش، ما تستصعبهاش. ايه يا سلام، ايه الصاروخ ده؟ ده احمد، ازيك يا احمد عامل ايه؟ يا سلام، بص يا احمد تعالى بقى لعبني تحدي زمن. يلا هو البس بقى الزجاجة، يلا ها، حاول ما تلعبش تحدي زمني عشان ايه التلغيمات الحلوه دي؟ ايه ده، انا الخامس. طب والله مركز الى حد ما كويس. قدامي مين؟ باتريك جوردي، جوردي البا، تعالى. مش عارف ده بيلعب في ملعب يا بان. اوه لا لا، يا سلام، ماشي اهم حاجه ما البسش حاجه هنا. حلو، مين ده؟ ابياس، ورا ابياس، بعيد بعيد.
لا يا حظك يا حظك، كنت هضربك والله. ايوه اضرب جوردي. الله عليك يا بس. لا انا مش زي جوردي، عيب عليك. لا الكهرباء ليه؟ اجري استنى. تالت، ده انا التالت. يلا في حلبة تايني. يا جبت 7 نقاط يا جدع. لا 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 انا جامد يا جدع، انا عديت ال 20 نقطة كده الحمد لله. توكسر الأخير شفت؟ يا سلام كده قربت من توكسر. لو في طريق تاني كنت هعدي توكسر واجيب السابع، بس أنا سبت له يعني الطريق. بص مش اهم حاجه الفوز، اهم حاجه المتعه، المتعه غير طبيعيه الصراحه. اهم حاجه مش الفوز قوي يعني، بس مش الاخر خالص يعني. انا معاك ان الفوز مطلوب قوي يعني، على الاقل بقى في الثالث الرابع الخامس على يعني، ماشي مش الثامن انا عارف يعني، بس يعني هنعمل ايه، هنعمل ايه. الحمد لله الحمد لله. ما تنساش بقى اللايك والحاجات الحلوه دي. دي كان يعني ليس على الجديد حرج، انا ببرئ نفسي بالجمله اللي انا بقولها دي مع انها مش صحيحه اصلا، المفروض ليس على المريض، بس ما علينا يعني. عديها لي المره دي وان شاء الله اللي جاي هيبقى كويس ان شاء الله. بقيت بعدي من التلغيمات اهو، فاضل بس اللي انا ايه اشوف حبه حظ بس، بس مفيش حاجه تانيه ان شاء الله. وحبه تحدي زمني برضو كده ايه، بس ما تقولش لحد يعني، وهبقى زي الفل. ما تنساش بقى لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، واتفرج على الفيديو اللي في السنه اللي جايه، ويلا سلام.